انت ليش تبهدل في روحك؟ كيف؟ يلا سردين، انا نعرفك من ايامات التنم، يعني مش معرفة امس ولا اليوم. انت شو اللي زارك على الشقة هذا؟ نبي نعرف. الامور تمام والحمد لله، وكانك على موضوع الايجار حينحل. كيف حينحل؟ ليش تبيني ندير يا راجل؟ انت ما فيش خوك على 23، دافن روحك في محل ملابس يخش له زبون واحد في اليوم. تينا لي ساعه مقعمز هنا، ما فيش حد عفس في المحل خاطي قطوس خشته ولا زنه. يعني تبين نركب 23 ونقتل الليبيين؟ وخيرك ركبتها في 2011. ركبتها لما كان في ثوره وظلم، لكن بعدها بدت مهزله وصراع على السلطه، وني مستحيل اخش في سلطه زي هدي. تو بالله عليك عاجبك وضع البلاد؟ الضي يهرب علينا بالعشر ساعات، والناس طوابير على المصارف، والسيوله جفت، وفوقها كل حكومه جيت تمسح في الميزانيه مسح. قول لي عاجبك؟ شهادة لله مش عاجبني. ما لم عاش تقولي أرجع للكتيبة، أني سلاح خلاص نسيت. حظ الله بيني وبينه.